فريدة اليريمي معلمة في مدرسة حكومية وتقيم في العاصمة اليمنية صنعاء. فريدة تخرج أسبوعياً للتظاهر مطالبة بخروج المسلحين الحوثيين من مدينتها وإسناد مهمة حفظ الأمن للجهات الحكومية. أنا من ثوار من شباب ثورة 11 فبراير، مستقلة، لا أنتمي لأي حزب، لا أنتمي لأي جماعة. خرجنا كنا مجموعة من الشباب هناك نبغي وطن ودولة، دولة أو سلطة تسير أمور الدولة بشكل صحيح وسليم. فريدة اليريمي واحدة من مئات المتظاهرين من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الذين يخرجون بشكل شبه يومي في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون. نحن نتمنى أن تعود العاصمة إلى أمنها وأن تنزل القوات المسلحة والآمن لحماية الشعب اليمني وحماية العاصمة وخروج كل الميليشيات الموجودة والمسلحين من العاصمة، لأن لا حياة بدون أمن. في المقابل ترى قيادة حوثية أن بقاء مسلحي الحوثيين يأتي للضغط على الحكومة لتطبيق بنود اتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه جميع الأطراف. هناك اتفاق سلم وشراكة نص على توقيت خروج الـ أو تسليم اللجان الشعبية للرجال الأمن والقوات المسلحة، وهذا واضح في اتفاق السلم والشراكة ولا إشكالية في هذا. لكن فريدة لا تقتنع بهذا التبرير وتخصص يوما في الأسبوع تقتطعه من عملها للقاء ناشطين وناشطات لتدارس كيفية إخلاء صنعاء من المسلحين.